كود بش مي ايا سند ولبا وحال حسا مالنتا شقالها هدبا مغالا دا بربرا ايا ساكا لوقبتي مناسبات بلارن وايكا سوقيب غلين مدح دا وساردها دولد دا قار كود مدح دا شركدها مدح بنان مناسبات دان ايا وغرين وحا هذا الدير كتشي ديي ركد محمد سلطان واه اشدوها وساردها شقالين تايا رمها بشدا اقبل كالساحل كلو ما أنت شغالها ما أنت عالمي شغالها دوكها ما أنت شغالها وسمالنا ما أنت شغالها قبل كساحل وما أنت لو أستيجي إن لقوها بريولا لو قد ريولا لو قد حالنا قوم شغالها عالمي أما شغالها وقوم تسيبو سليهين كوريتك يكود ولده وأنا معلم أقوم بحضن قشقة على عبر كسو كسو بيهين كو جمعي ومعلم كسو تطارقا عالمك ومعلم أي شغالي صامرين هلقين أما أي قوان سليل هنا يمركا كسب هر عقبون فربطان ويجري ما نقولوها عبرين شغالها زمان لا شغالها قبل كساحب ويكسو يجرون عليها هنباليو معلم تكو جمعي وعليها مالي وذاكسين ومعلم أستيذين شغالها روماريو لو ما هذا غاب تدار كوجا يحقبت كوجا يجود يشغل جيستين مركز يجوا نما عليه هاي معلن تعلل هو معلن قرن ومعلن عد كزوجة قيسان هاي نجم هذا غيسو ومعلن وحويا عد وبعدين نلاقي عم بليو إن هنا أبارك يجود دار عد جيستين جسين سيسا ما خير كيسان السيو هذا هو سرها سكاري سكوب وهذا بليو يا أنا راح بلد وقصي ذا قصي وزارة الشغل قال أنت قال سمع قدي وسرو هيك يبا وزارة دا ما هو رأى لا سمي شو هاي اللي يهين and كل ذي مي هبليو هبليو أنت هسيك دبنا مسؤولين تيك على الدونيت وكم إذا هاي يعني حل دبنا نقول هاد دكان كأ أي أكل غير هذي سبب تاع ما أنت نروح الصيو يولي بع حقوق الجار كأ إلى الدونيو إنشق عليها أي هلال كوا أشقى يا شركة ذها ماذا حبنان يا كوا أشقى يا حكومة دبا كلمة كوا ذو حوي إن أنا شقالها تمريد سومالي لان مناسبة ما أنت درت إن أنا حنبلي هالكن وقدرنا إلى هنا وقبلنا سنة كسنة كيسة إنه برواقة يا بش بش ينبت قليو يا هرمر هو قرسيو شقالة وينها تمريد سومالي لان قارهان كو غول كساحل iyo kuwa degmada berbera oo qaar kamid maanta halkan ay fadhiyaan ba qolka labaad ee muhiimka ah ee tahay munaasabadan oo kala marka la imaado in laga hadlo waxa weey ama ay tahay in la isxasuusiyo waa xuquuqda ay leeyihiin shaqaaluhu gaar ahaan kuwa jamhuuriyadda Soomaaliland oo inaguna marka qayb kamid aanu nahay marka xagga marka laga hadlayo xuquuqda shaqaaluhu ay leeyihiin roolka kooda waxa iska leh dawladda ayaa leh dawladduna runtii waxaanu ku bogaadinaynaa inay roolkeedii qaadatay oo dawladdu waxay sameysay wasaarad la yiraahdo wasaaradda arrimaha shaqada oo u gaara in ay ilaaliso xuquuqaha ay leeyihiin shaqaalaha rayidku marka dawladda taa waxaanu ku bogaadinaynaa mid labaad oo inu ku bogaadinaynaayo xeerkii lagu maamulaa shaqaalaha rayidka iyo shaqaalaha dawladdu inta uu adeeyaa waxa jira marka maalin la calaamadinayo waxa weeye waxa sharaf la siinayaa waxa maalinta loo gooyay marka shaqaalaha maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii wasaaradda ama dawladda Soomaaliland ay xil iska saartay hadday tahay waxa weeye xuquuqda shaqaalaha haddii tahay in qofku markuu gaboobo in wax weey shaqadiisi uu helo wax loo yaqaan pensionka uu helo iyo haddii tahay dhamaan xeerarka shaqaalaha lagu maamulayo marka runtii waxa la doonayaa qofka shaqaalaha inuu ogaado inaan uu qiimo ku leeyahay bulshadiisa uu qiimo ku leeyahay dawladdiisa oo qof shirkad hadda leeyahay ama wasaarad ama xafiis aad joogto oo qofkii shaqaalaha aanad haysanin haddii lacag kasta haysato aanad shaqaalaha haysanin inaad waxba qaban horta marka qofka shaqaalaha inuu ogaado sharafta uu ku leeyahay bulshadiisa sharafta uu ku leeyahay dawladdiisa sharafta uu ku leeyahay waxa weeye shaqadan waxa inta badan maalinta aad u dooro promote gareeyaa
هيدان كشغالة هذه تاني وزارة الشغلين تا هذه تاي أورادا شغالة هانترن يونيورس كا إنه قمة اللي هي تحسبية وطلع فولا شغالة هذه تاي تحسبية الله يقان الله يبر بارتيس كا مركب دهان وهمريان يا شغالة وين هيرسومان الآن إن كسوق ما تكسوق أي بقشة ما لين تقيمة يا قايا عادولة مركب وحان قهر ليا كلبيت كلية دلني يرد وح برشدة إن عادلو بقى هلا يو أما شقدا إنه وح برشدة وتشين هذا سيان إنه يددهل عليه سبحان كسران أنا كلفت جوجا الوالدين له واجي بريبو حن ولا أنا شقدينا وناك يهرو مركو قاعد بانو يدل أنا هم أو كسوق بالعبطي وأفريقيا راي كل هذا حي غيب محي علي وحي سلك كويسة شغاله سليف تريد كها أما سليف تريد حاله قاتي الدنيا اللور راي قارحان كعدون كانوا عقصوا بالعمي مقالة تشيكاكو إن أنا هالكن هم بليه وجو قد بينا شغالوينها الدنيا قارحان كويس يوم مالي قارحان هو قبل كساحل marka in la soo qaado shaqaalaha waxaan xasuusanaynaa in shaqaalaha badan ay ku dulmay yihiin dhexdeena sida ay sheegeen in isduwaha shaqada shaqaalaha ama arimaha bulshada taas oo aynu ka tusaale qaadano in aynu mar walba ka duulno in shaqaalaha ayno shaqeeyo ama aynu shaqada u dirsanna inuu noqdo shaqaale aynu u hagar baxno oo aynu ilaalino xuquuqdooda waxa la yahay xuquuqda ayna siiyo shaqaalaha dastuurku ee ay xeerarka ka farcanaysiyeen dhamaanteen ama shaqaalaha noqon ama shacabka reer Soomaaliland baan noqonne ayaan darada ugu weyneyna haysta waxa weeye dadku waxbay ku heshiyaan waxa ay ku heshiyaan waa xeer al-muslimuna ala shuruudihim bay sharaacadu xitaa oranaysaa hadii qofku wixii lagu heshiyay dastuurkaasi iyo waxa ay u dhiganay waxan laaliyo qofku wuxuu ka garanayaa aanay jirin wuxuu ku garanayaa qofku xuquuqdu leeyahay iyo xaq loogu leeyahay taas waxa ay noqonaysaa aan darayn garanaynin wixii wadanku xaq loogu lahaa iyo waxa aad ugu xaq u lahayd wayasiin jaamacali telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv magaalada berbera